اهلا بكم متابعي جريده اليوم السابع من داخل الهيئه العامه للارصاد الجويه الاداره العامه للتنبؤات والانذار المبكر للتعرف على حاله الطقس على جمهوريه مصر العربيه. طبعا شهدنا انخفاضات ملحوظه في درجات الحراره على مدار هذا الاسبوع، وكانت اقل من المعدلات الطبيعيه بحوالي من 4 إلى 5 درجات، وكان الطقس شديد البروده اثناء ساعات الليل وبارد اثناء ساعات النهار. طبعا تاثرت كافه انحاء الجمهوريه بهذه الانخفاضات الملحوظه في درجات الحراره، واثرت على درجات الحرارة سواء العظمى أو الصغرى. سجلت درجة الحرارة العظمى القاهرة على مدار الأيام الماضية 15 درجة مئوية، أما الصغرى وصلت إلى 8 درجات مئوية. طبعا انخفضت أيضا درجات الحرارة بشكل ملحوظ على شمال وجنوب الصعيد وأيضا على وسط سيناء، وصلت درجة الحرارة الصغرى على كاترين إلى 0 درجة مئوية. بداية من غدا إن شاء الله هتبدأ تتحسن الأحوال الجوية، ويكون في ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة بسبب الكتل الهوائية القادمة من الجزيرة العربية والرياح الشمالية الشرقية اللي هتعمل على تأثر البراد بارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة وتدريجية، هتبدأ من غدا الخميس إن شاء الله وتستمر معنا حتى يوم الأحد القادم. درجات الحرارة هتكون متوسطة على القاهرة، هتكون العظمى من 19 إلى 21 درجة، أما بالنسبة للسواحل الشمالية هتتراوح من 18 إلى 20 درجة، وجنوب الصعيد هتصل من 30 إلى 32 درجة مئوية. طبعا هذا الارتفاع في الطفيف في درجات الحرارة هيؤدي إلى مزيد من التحسن في الأحوال الجوية ودفء في الأحوال الجوية على مدار ساعات النهار، وخاصة مع سطوع أشعة الشمس. أما أثناء ساعات الليل وفترات الليل والصباح الباكر مازال الطقس شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية. الأيام القادمة بداية من غدا هنتأثر بالشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر، وطبعا دي بتأثر على الطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة، الوجه البحري، السواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، لكنها شبورة خفيفة مش هتأثر على حركة المرور والسفر على الطرق إن شاء الله. طبعا هيكون في نشاط رياح على بعض فترات من اليوم على بعض مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد وبعض مناطق من السواحل الغربية للبلاد. طبعا احنا بننوه ان ان شاء الله اعتبارا من يوم الاثنين القادم هيكون البداية الفعلية والرسمية لفصل الربيع 21 مارس. كل عام وحضراتكم جميعا بخير. طبعا فصل الربيع معروف ان هو بيكون فصل الاعتدال في درجات الحرارة، معظم ايام فصل الربيع بتكون معتدلة في درجات الحرارة، لكن ده ما يمنعش ان احنا في بعض الاحوال بنشهد تقلبات جوية فصل الربيع، ودايما فصل الربيع بنقول ان هو فصل التقلبات الحادة والسريعة. طبعا هو فصل انتقالي بينقلنا من برودة الشتاء الى حرارة الصيف، ومن امطار فصل الشتاء الى جفاف فصل الصيف، فطبعا بتتخللوا بعض المنخفضات الخمسينية اللي بتكون قادمة من الصحراء الغربية والصحراء الليبية، وبتأثر علينا. طبعا احنا عارفين ظاهرة رياح الخمسين دايما بتأثر على جمهورية مصر العربية في فصل الربيع، فاحنا مهم جدا نتابع النشرات الجوية في فصل الربيع لانه بيكون متقلب بشكل كبير، وبيكون في ارتفاعات وانخفاضات متفاوتة بدرجات حرارة كبيرة جدا دايما بتحصل في فصل الربيع، فاحنا نتابع مع بعض النشرات الجوية. بيتزامن مع بداية فصل الربيع يوم الاثنين هتبدأ تتأثر جمهورية مصر العربية ببعض التقلبات الجوية الخفيفة زي سكوت الأمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد، وايضا على بعض مناطق من محافظات الوجه البحري. طبعا ده هيكون برغم بدايه فصل الربيع جغرافيا ومناخيا، لكن هنشهد بعض التقلبات الجويه مع انخفاض مره اخرى في درجات الحراره، لكن الانخفاضات الاسبوع القادم هتكون اهدأ من الانخفاضات اللي احنا شفناها هذا الاسبوع. احنا الاسبوع ده تاثرنا بكتل هوائيه قادمه من اوروبا انخفضت فيها درجه الحراره بشكل ملحوظ، ومش بس كان في انخفاض في الحراره لكن في جفاف في الهواء، يعني كانت الرطوبه منخفضه بشكل كبير جدا، وده اللي كان بيشعرنا ببرودة الطقس. لكن الأسبوع القادم برغم أنه هيكون فيه انخفاض في الحرارة مش هيكون بنفس القيم اللي احنا شاهدناها هذا الأسبوع، ورغم ذلك الجو هيكون رطب، فده معناه مش هنشعر بالبرودة اللي احنا شعرنا بيها هذا الأسبوع، لكن هتبدأ تكون فيه انخفاضات تدريجية في الحرارة اعتبارا من يوم الاثنين مع فرص الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري. فمهم جدا ان احنا مش عايزين نتسرع في تخفيف الملابس، ننتظر فترة لحد تستقر الأحوال الجوية وبعد كده نبدأ نخفف الملابس تدريجيا، لأن احنا مازلنا في فترة متقلبة ما بين نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع. بالنسبة يعني أقل درجات حرارة سجلناها كانت كام؟ وهل نقدر نقول النهاردة آخر يعني آخر ليلة قريص البرودة ممكن نشهدها، ولا الوضع هيكون عامل ازاي؟
أقل درجة حرارة عظمى على القاهرة سجلناها كانت 14 درجة خلال هذا الأسبوع. أما بالنسبة طبعا لبعض المناطق من سيناء وسط سيناء كانت أقل درجة حرارة صغرى تم تسجيلها كانت صفر مئوية على كاترين، وده طبعا لأنها منطقة جبلية مرتفعة فبتكون درجة الحرارة الصغرى منخفضة بشكل كبير. يعتبر الموجة اللي احنا شاهدناها هذا الأسبوع تعتبر يعني نقدر نقول آخر موجة باردة في شتاء هذا العام، لكن متوقع الأسبوع القادم يكون في انخفاضات في درجات الحرارة لكن هتكون أقل حدة من اللي احنا شاهدناها هذا الأسبوع إن شاء الله. الناس تتريد ازاي بقى الفصل الربيع، وتفتكر ان خلاص ان الربيع جه ان احنا نخف الملابس ان الاجواء هتتحسن، نستعد ازاي للربيع واهم تحذير منه المواطنين مع فصل الربيع؟ فصل الربيع فصل متقلب لانه بيكون بينقلنا من الشتاء الى الصيف، فبيكون فصل انتقالي فبيكون متقلب. احيانا في بعض الايام بتكون معتدله تماما في درجات الحراره والاجواء مستقره بشكل كبير، وايام بنشهد فيها رياح الخمسين والعواصف الترابيه او فرص الامطار على مناطق مختلفه. فمهم جدا ان احنا نكون مستعدين لفصل الربيع، مش عايزين نسرع في تخفيف الملابس، نستمر في الملابس الشتويه فتره، لما تبدا تتحسن درجات الحراره وتعتدل نبدا تدريجيا نخفف الملابس تدريجي، وخاصه طبعا الاطفال كبار السن تجنبا للاصابه بنزلات البرد. طبعا كل الساده المواطنين مرضى الجهاز التنفسي والحساسيه والصدر بيتاثروا بالرمال والاتربه المسرة اللي دايما بنشهدها فصل الربيع وخاصه مع رياح الخمسين، فمهم جدا نتابع النشرات الجويه في حاله ان يكون في اي رمال او اتربه مسرة هنبتعد عنها، هنقلل الخروج، هنرتدي الكمامات، وده طبعا ان شاء الله تمر فصل الربيع هذا العام بسلام وما يكونش فيه اي مشاكل على كل الساده المواطنين. هو فصل الربيع معروف عنه ايضا ان هو بيتم فيه تسجيل اعلى درجات حراره، هل ده حقيقي ولا لا؟ ده حقيقي فعلا، ويمكن كان المعروف والشائع السنوات الماضيه ان فصل الصيف هو اللي فيه اعلى درجات حراره، لكن لا بالفعل فصل الربيع بيكون اعلى درجات حراره. لكن الميزه في فصل الربيع ان مع ارتفاع درجات الحراره بتكون ارتفاعات مؤقته، يعني بيكون يوم او يومين موجه حاره سريعه وبتنخفض سريعا درجات الحراره، ممكن ترتفع وتنخفض بحوالي 10 درجات مئويه. الميزه الاخرى ان دايما درجه الحراره بتكون مع ارتفاع درجات الحرارة الهواء بيكون جاف تماما، فده بيقلل الإحساس بدرجات الحرارة، على عكس فصل الصيف إن درجة الحرارة برغم إن هي ما بتكونش مرتفعة بشكل كبير إلا إن الهواء بيكون رطب بشكل كبير وده بيزود إحساسنا بارتفاعات درجات الحرارة. الشبورة هتكون وضعها إيه؟ هل هتبقى كثيفة تصل للضباب؟ تستمر معنا كم يوم؟ لا، الشبورة في الأيام القادمة شبورة خفيفة ما فيش أي تأثير منها على الطرق وهي مستمرة معنا على مدار الثلاث أيام القادمة إن شاء الله. نصيحة أخيرة لكل المواطنين فيما يتعلق برعاية الملابس. نستمر في الملابس الشتوية، ما نتسرعش في تخفيف الملابس وخاصة في فترات الليل الجو مازال شديد البرودة خلال الساعات القادمة، فمهم جدا نستمر في الملابس الشتوية وخاصة طبعا الأطفال. لما نبدأ نخفف الملابس يكون التخفيف تدريجي، مش عايزين نصيف على طول لأن الفترة اللي جاية لسه مازالت متقلبة في درجات الحرارة. موعد التحسن هيبدأ امتى؟ من بكرة؟ بداية من بكرة إن شاء الله ويستمر معنا حتى يوم الأحد القادم بإذن الله. أشكرك، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك.